وفاة مهندس وعامل إثر انهيار جدار منزل شرقي العاصمة طرابلس، فما التفاصيل؟ في حادثة مأساوية هزت العاصمة طرابلس، توفي مهندس وعامل تابعان لإحدى شركة المقاولات إثر انهيار جدار أحد المنازل أثناء العمل في أحد أحياء بلدية الجمعة. البلدية أوضحت أن الحادثة وقع أثناء قيام الفريق بعمل صيانة لشبكات صرف الصحي في الحي، ما أدى إلى وفاة المهندس وأحد العمال على الفور، في حين تم نقل بقية العمال الذين أخرجوا من تحت الأنقاض إلى المستشفى لتلقي العلاج. نحو 4 ساعات استغرقتها محاولة الإنقاذ لانتشال الضحايا من تحت الركاب بمساندة فرق الطوارئ، كانت نتيجتها حالتي وفاة وحالتي إصابة وفقاً لجهاز الإسعاف والطوارئ. بلدية الجمعة أعربت عن أسفها العميق لهذا الحادث الأليم، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات السلامة لضمان حماية العاملين في مواقع الصيانة.